دار جمعنا بحال الدجاج في دار اختي. دار ما مفهوماش وخا تبغي تفهمها، مستحيلة رياضيا. دار في اكبر جزء ديالها ما عندهاش سقف، بحال الا عايشين في الاثار ديال شي امبراطوريه قديمه. البني ما كملوش ودفعوا الدار للكرا مع وعد كاذب ان البنايه غيجيو يسدوا التقبه السيمانه الجايه، الشهر الجاي، العام الجاي، القرن الجاي، يوم القيامه. الدار فيها جوج بيوت ديكابوطابل، كوزينه ضحكه، والواد الحار، اقصد طواليت. اختي كانت عندها ديك الفكره الخايبه ديال بيت الضياف، ضروري يبقى واحد من جوج بيوت غير صالح للاستعمال، عاده قبيحه ما عندها حتى معنى. نورمالمون الدار كلها مكان للعيش، ماشي متحف تيتسنى الزوار. ما عمري حملت الزواق والرياء والنفاق ديال المغاربه. بيت الضياف تسلفوا وتكلف باش تكرمهم، يحط لك شي واحد كاس العصير خاصك تشرب غير النص ديال الكاس باش ما تبانش جيعان. ولكن هادشي كامل حاجه، وتجي خالتك والتروبو ديالها يدوزوا معاكم الصيف بدون سابق انذار وبدون اخذ الموافقه، حاجه اخرى. الكارني ديال باب ابراهيم مول الحانوت تيوليو فيه النوامر كتر من المعادلات ديال فيزياء الكم. وبعد الجهاد كامل اللي درتي معاهم والهم والغم والنم، تتسمع الهضره على ودنك. المغربي ديما تينافقك في الوجه ويفرعك في الدار. البيت اللي بقى هو غرفه الزوجيه، يعني حنا المغضوب علينا منا الدص في المراح، المراح اللي كون ما كانوش الحيوط دايرين بينا بحالو بحال الزنقه. المراح كان في المنطقه الخطيره ديال ثقب الاوزون، منك للغربي الجسد ديالك تيولي بحال مطعم وجبات سريعه للحشرات الضاره اللي تتفرخها المرجه. وعلى راس هاد الحشرات سرق الزيت الطائر. غير بسبب هاد بوجناح تقدر تفهم علاش الله هو خير الماكرين، تنزل علينا بحال الجراد اللي نزل على فرعون، ما تيتسوقش لبنادم ولا اي حاجه في طريقه، ضخم الجثه وعزيز عليه العينين. في بعض الليالي الصيفيه والله لا نعستي، داك الشويه اللي ناقصك باش تكره النهار اللي تولدتي فيه تتكملو شنيوله، واحد شنيوله اللي تعرضت لطفرات جينيه كون عرفوها علماء البيولوجيا كون فتحوا مراكز بحث مرجاويه. سرق الزيت الطيار وشنيوله المجنونه، هادو غير الحجاج اللي تيزورونا يوميا، اما مالين الدار فحدث ولا حرج. ولكن بلا من عيفوا بعضياتنا، المهم هو ان الدار كانت فيها دائما الحركه، سواء كنا فيها ولا ما كناش. اختي والبعل ديالها كان هذا هو جهدهم، حزق الله روب اللي تيشد الراجل خاصها تخلص الكرا والماء والضو وتوكل سته ديال الافواه. بحال هاد العيشه فين غتخلي شي فرصه لشي حياه زوجيه عاديه الرومانسية تنتحر. والله ما عرفت كيفاش كانوا تيقضيو حاجاتهم الهرمونية في غرفة شبه عارية وفي الجهة الأخرى ديال الحيط قشلة ديال اللاجئين. كنا تنخلصوا 200 درهم ديال الكرة، حنا كنا تنخلصوا، أما الجيران كاين اللي ما خلصش أكثر من 10 سنوات، وفين ما تيجي مول الدار يطلب فلوسو تيخرجوا ليه كلهم هازين الجناوة والمقالي. تعيا ما تفكروا وتتفهم الحالة ديالهم، واش بنادم ما عنده ما ياكل ويخلص الكرة؟ باهم كان كبير في السن ومازال خدام غارسون في واحد القهوة ديما خاوية، تيبان ليا كان داير ديك الخدمة غير سبب باش ما يمدش يدو للناس في الزنقة. ولادو كلهم خرجوا من المدرسة قبل من الشهادة وداروا كارير في الجريمة. ربما الحاجة الوحيدة اللي نعاتب الوالدين عليها هي كثرة الولاد، واخا هما عارفين انهم غير تيتعداو على الوقت. كنت نجي من المدرسه ما تيكون حتى واحد في الدار، ما عطينيش الساروت لسبب مقنع، حيت الا لقيت الدار بوحدها تنرزيهم في الصابون البلدي. تلقى الدار مسدوده تمشي عند الجيران تناكل معاهم الخبز غامل، تيرشوا عليه شويه ديال الزيت الروميه وتيقرملوه. اول مره علفت معاهم داك الزمر فهمت بان كل شيء نسبي في الحياه. شحال ما يصحاب لك راك عايش في الطوب ديال القواده،
كن على يقين أن كاين شي ناس ما كرهوش يكونوا بحالك. المأكل ديالنا كان معتمد بشكل أساسي على المواد التالية: أتاي وأتاي وأتاي. نقدر نكون شربت شي 1000 برميل ديال أتاي في صغري، ماشي أتاي الزوين المشحر، أتاي البيت يومين وثلاثة وأربعة، تلون ديالو تيولي كحل ثم أحمر ثم وردي. كاع الحاجات اللي تعتبروا عاديين في النظام الغذائي ديال الناس كنت غير تنسمع بهم: البيض، اللوز، مشتقات الحليب، البنان. الزوين في الدار المنكوبة ديالنا هو أن تا واحد ما زعمش نهار يشفرنا. الشفرة عندنا في الدرب كانت نشاط عادي ومقبول أخلاقيا. تقدر تدخل لدار الجيران وتلقاهم تيطيبوا بالكوكوس ديالكم. حنا ما عمرنا تسرقنا حيت ما كاين ما يتسرق اصلا. الا كنتي شفار وحفات لك تشفرنا غتقتلك غير الروائح ديال البخرارو، تنسى كاع علاش هرستي القفل ودخلتي. الواد الحار كان مشكل دائم لا ينتهي. حنا ولاد المرجه كنا مولفين لدرجه اخترعنا شحال من لعبه كان بخرارو جزء لا يتجزا منها. مره في العام تيتشاركوا شي 10 ديال الجيران في 800 ريال وتيجيبوا شي دري من الموقف مقيع عليه الزمان تيسرح القوادس. داك النهار تيطلع مزوهر، الحفير والسلوكة والخرواني تيفتحوا مجالات جديدة للمغامرات البلهرسية. غضيفة مولات الدار عروبية مخززة من سيدي سليمان، كانت تترشق ليها تجي تعصر علينا النهار كامل. اختي كانت تصبر على عذابها باش ما تزيدش علينا في الكرة. الوقت اللي تدوز معانا كله نقيرو أوامر: طفي الضو، سد الباب، خرج شوف شكون تيغوت، ما تتسكتش. نهار كرات لينا الدار بزات علينا ندبحو في الروج لصحاب المكان، باقي عاقل على الدمايات والجهل والتخلف. غضيفة ما تتولدش وشحال من مرة تجوجات وماتوا لها الرجال. داك الحنان ديال الأم اللي فيها كانت تتفرغوا فينا حنا البراش، ديما قاجاني تتقول لي حبيني بضم الحاء وشدة مكسورة على الباء. من كبرت شوية هاد فهمت المعنى، بغات بوسة. يمكن بسبب هركب فيا الفيروس ديال لامي مات تديتها ألمانيا. الدار فيها بزاف ديال المصايد اللي تقدر تقتلك أو تسبب لك فعاهات مستديمة. أكبر مصيدة هي السلوكة ديال الضو اللي كانوا تيتعراو أكثر من 100 خليفة. يا ويلك إلا قربتي من شي سلك، بحال إلا خدامين بالكهرباء اللاسلكية اللي كان تيحلم بها تيصل الله يرحمه. غير يوقع شي انقطاع في الكهرباء عرف بأن شي واحد خور الضو.